والله جو به كل ليله نجيو نتفرجوا هناك او نتبعوا في الكره. قهوة مزيانه ياسر، نظيفه باهي، سيرفيس باهي، فهمتني؟ الوجوه كلها تشوف مصلي على النبي، كلهم ناس نظاف. باهي والقهوة باهيين هنا. باهي القهوة باهيين هايلين. والشيشة خارقة العادة، ولا خاصة الشيشة. جو المونديال في فوليا كيفاش عشت؟ أنا كتشوف ديما الجو حافل ولاباس الحمد لله. المونديال في فوليا كيفاش عشت؟ الجو باهي. إن شاء الله الجزائر مربوحة كما ما فرحتناش تونس، إن شاء الله تفرحنا الجزائر وربي معاك. الناس اللي ممكن ما تعرفش فوليا ولا أنت كليون، شنو اللي تنجم تقولوا للعباد اللي ما جاتش الفوليا ولا ما تعرف؟ ما فيش، كل مرأي وجو باهي في فوليا وقاعدة باهي وحلوة وشرب مزيان فيها برشا. سيرفيس باهي. سيرفيس باهي فرق العادة. بصراحة بصراحة مهم. ولا كيما نقول بصراحة سيرفيس باهي، مش عندي مقول حتى شيء. ماتش مزيان تحفون، فما روح كبيرة في قليب، وإن شاء الله يواصلوا هكا وإن شاء الله يا رب. تصور المنتخب التونسي كان جاي موجود في المونديال يعمل حاجة؟ بالرسمي لا، بالإكيب اللي عنا لا. المقابلة عجبتني برشا وكإكيب فريمون، إن شاء الله قدرة ربي تعمل حاجة باهية في الكوب دي موند. الماتش اليوم تاع المنتخب الجزائري كيفاش شفته؟ والله ما شفته ولا تفرجت عليه. جيت على خاطر فوليا. نعم، جيت على خاطر فوليا. فوليا كل يوم اللي انا سمعت عرفنا كل يوم في ديلا. الكرة مش مغرومين بالكرة جملة. أنا لا مش مغروم بالكرة. أنت شيء؟ لا مغروم كان بالباسكيت يعني. أما نجي الفوليا كمان. أول حاجة مرحبا بكم. ثاني حاجة فوليا تولت معروفة بسيرفيسها، بكاليتي سيرفيس، بالبيتزا، بالبلا بتاعها، بقهوتها، فهمني؟ وكليوناتها مصلي يعني بي، فهمني؟ معروفين وديما نجيو. وبالمناسبة هذه نحب نهني ناجحين في الباك ونقول لهم تفضلوا بحضنا في فوليا، راهو ثم كان خير، فهمتني؟ وزيدوا نفرحوا بكم اكثر. نشوف تبارك الله حتى في لي فوتي بلايس كريستي شيك وكونفور، وحتى السيرفيس تبارك الله يظل ثم الكلاس، عندكم تخدموا الكلاس، عندكم الجازوز، كل شيء عندنا، كل شيء. ولي فوتي هذوما عاملينهم صلاح ساعه، يجيو دي كليون يلقاو دي طوال معبيين هكا يرتاحوا، مش يقعدوا واقفين ولا يروحوا ويرجعوا، يحطوهم على لي فوتي هذوما يقعدوا يرتاحوا ويشربوا حاجه حتى الانسان تفضل لهم طاوله ولا حاجه. وكالعادة فوليا في خدمة. كأس العالم في فوليا واليوم منتخب الجزائري، شنو ممكن اللي دعوة للناس اللي ممكن ما تعرفش فوليا ولا ما جاتهاش قبل يجيوا يتفرجوا في كأس العالم ويستمتعوا بالكرون والبلاي بلازما؟ بارك الله فرجة كأنه واحد في وسط الملعب. أول حاجة من ناحية البلازما عندنا خمسة بلازمات حاطينهم في التراس، وزوز الفوق وزوز لوطا وكبار، ومؤسفين اللي تونس ما ترشحتش، اما على الاقل مع الجزائر. وكما حاضرين وتشوفوا معناتها الصاله معبيه، مصلي على النبي ولاباس، فهمني؟ وكل شيء موجود عندنا، كل شيء، الكلاس وكل شيء تاكل وتذوق وتتبنى. شهيتنا يعني. مرحبا بكم اخويا، ذوقكم تفضلوا اخويا.